الاجراءات التي اتخذها النادي الاهلي واللي علمنا مؤخرا انها من جانب النادي الاهلي مش من جانب الكابتن محمود الخطيب شخصيا، انه يبحث النادي الاهلي في قاعده بيانات المشجعين اللي حضروا مباراه الاهلي ومونانا الانجولي واللي فاز فيها النادي الاهلي، ومع ذلك كانت هناك هتافات واعمال تخريب قامت بها رابطه التراس الاهلي. النادي الاهلي مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة، وجزء من وظائفه ان هو يحمي سلامة هذا المجتمع زيه زي اي نادي في الدنيا كلها. ومن الطبيعي جدا ومن المتوقع جدا ان هو لما يرى جريمة يقوم بها اي شخص ان هو يتعاون مع الاجهزة الامنية، ومفيش اي كود اخلاقي او مهني بيقول ان هو يحمي سرية البيانات اللي عنده تحت اي مسمى. يعني ما هواش مثلا دكتور وبيعالج مريض فيقول لك لا ما يطلعش البيانات اللي عنده، ما هواش محامي وبيدافع عن حد. ده نادي باع تذاكر لعدد من الناس، وبعض هؤلاء الناس قام باعمال شغب وتخريب الممتلكات العامه. النادي الاهلي في هذه الحاله مسؤول امام الجهات الامنيه ان هو رقم واحد ما يأثرش في عملية بيع التذاكر لأنه هناك علامات استفهام حول هذا الأمر. الرقم اتنين إن هو في حالة ما إنه هو يملك معلومات تساعد أجهزة الأمن على حماية سلامة الجمهور وسلامة المنشآت العامة إن هو يقدمها، وده اللي بيعمله النادي الأهلي، وتحية ليه على هذا الموقف، وده رأيي.